من دواعي سروري ان انا زرت الاسكندريه ليله الرؤيه بتاعت رمضان، وبرضه بزورها النهارده. طبعا الصبح احنا خدنا علقه مطر بنت لذينه، دلوقتي الجو نموذجي وجميل. من دواعي برضه سروري ان انا بزورها يوم قبل الوقفه، يعني يعتبر ليله الوقفه. برضه هنقل لكم اجواء الاسكندريه الجميله، وازاي ان الشعب السكندري الجميل بيحتفل يعني باجواء استقبال عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا. طبعا انا دلوقتي ورايا البحر وده الكورنيش، ودي مكتبه الاسكندريه. للاسف انا جيتها لقيتها قافله، هي النهارده كانت قافله. الواضح ان هم يعني بيستعدوا للعيد من دلوقتي. خلونا كده نروح في جوله شيقه واوريكم معالم بعض الاماكن في الاسكندريه في يعتبر بقى ليله الرؤيه، مشوها ليله الوقفه. الجميلة بتاعتنا ودي الكورنيش بتاعنا الجميل، وطبعا الجو نوعا ما هادي، بس انا اعتقد يعني ان شاء الله ربنا يقدرني واقدر اروح مكان مزدحم شوية او مكان شعبي شوية، واوريكم الديناميكية والحركة اللي موجودة للشعب السكندري وهو بينزل يعني يشتري الادوات بتاعته على مرمى البصر، قلعة قايتباي، القلعة الشهيرة، يعني اشهر معلم اسلامي موجود في الاسكندرية طبعا بيعود لقايتباي. دي بقى قلعة قايتباي، القلعة الجميلة اللي موجودة في الإسكندرية، وبرضه عايز أعمل لكم كده إطلالة كده سريعة عليها أوريكم أجواءها الجميلة. خلونا نقلب الكاميرا، آدي البحر بتاعنا الجميل، وآدي قلعة قايتباي، إطلالة ولا أحلى ولا أجمل، وعلم مصر العظيم حفظها الله في كل سوق. طبعا أنا لسه خارج من مطعم فيش ماركت دلوقتي، أحاول أروح اقرب الاحياء السكندريه ليا عقبال ما الجست بتاعي يعني يتغدى، واحاول كده اعمل جوله كده خفيفه ان شاء الله يعني تعبر عن استقبال السكندريين للعيد الفطر المبارك. خلونا كده نقدم قدام شويه، يعني الاجواء نوعا ما هاديه، بس انا رايح سوق كده انا عارفه اكيد الاجواء، يعني حتى عربيه الفول لسه موجوده، وده على اعتبار ان النهارده سحور، النهارده اخر سحور، وبكره ان شاء الله هيكون اخر فطار، فبالتالي الاجواء هاديه. يعني في الشوارع العاديه على اعتبار ان هو يوم صيام عادي، واحنا خلاص يعني اذان العصر قرب يقدم في الاسكندريه، فانا رايح سوق لعل وعسى يعني الاقي بعض المظاهر. شايفين يا جماعه المباني الجميله السكندريه العريقه عامله ازاي؟ اللي كان قدم شويه لفت نظري يعني مكان مهم في المنطقة دي، اسمه مقام العارف بالله الشريف الحسيني سيدي عثمان الشرنوبي والسيدي أحمد عرب الشرنوبي إمامنا المصطفى والصفح شيمتنا مدد يا أبا العنين يا أبا العينين رضي الله عنهم. يعني الواضح إن ده مقام لبعض الصوفيين، وطبعا في المرسى والعباس، وفي الصوفي الثاني الامام البصيري اللي هو كتب نهج البرده في مديح سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، والذي طبعا زينه رمضان موجوده. شايفين الجمال يا جماعه، وشايفين الاسكندريه الجميله عامله ازاي، شايفين طبعا ده الكورنيش زي ما احنا شايفين، وده الشارع العمومي، يعني مظاهر عاديه. ادي بتاع العصير، عصير مختلفه، بتاع الكباب مثلا، ده جزار، يعني شارع اعتيادي جميل. صورته قبل كده كتير، بس هي الفكره ان انا بصور فيه الاجواء بتاعت كل مناسبه مختلفه. يعني ده بتاع فول، لا اسف، ده بتاع كبده، البطيخ طبعا هو ظهر في القاهره، الواضح ان هو ظهر في اسكندريه برضو. شايفين الفواكه المختلفه، طبعا الملابس، ده طبعا شيء مفهوم على اعتبار ان احنا خلاص داخلين على العيد. شايفين الشادر الجميل والحاجات الحلوه اللي فيه، والسوداني والبلح والخروب، الاجواء الجميله. طبعا هشتري زيت زيتون من هنا، حلو، وخلونا كده نشوفه. ده الزيت اللي انا هشتريه، زيت سيناوي، خدها وكبات. هي عبوة حلوة قوي، يعني هي زي دي بس عشان ما اقعدش بقى عند ال 130. حلو قوي، مكان كويس قوي. برضو هشتري سوداني من هنا،
يعني احتفالا بالعيد. حلو قوي السوداني، يعني الكيلو ده او الكيس ده ب 108، فحلو والله، كويس يعني، معقول كويس. ده اللي اشتريته، زيت زيتون وسوداني بس مش مقشر، اشتريته من اسكندريه. خلونا بقى نقلب الكاميرا. اذان العصر بيدن. طبعا انا جمعت على اعتبار ان انا على سفر، وده الشارع الجميل، وبرده الرنجة اهي المحل بتاع الرنجة الشهير ده، انا فاكره المحل ده بتاع الرنجة في المنطقة اللي انا فيها، والسيخ بقى وحاجات حلوة اهي، شوفوا الدنيا عاملة ازاي، وسيخ ورنجة، الدنيا جميلة وحلوة. ده سوبر ماركت، يعني ده اللي انا بقوله بقى، ان الاجواء نوعا ما دلوقتي ممكن بقى نحس نستطعم يعني، او نستشف، او يعني العيد الصغير، على اعتبار الناس، شوفوا بقى هنا في ديناميكية عالية، في محلات، الناس نازلة تجيب حاجات العيد. وللعلم برضه هيبقى فيه هجوم على الخضار والطماطم ومش عارف والفاكهة والكلام ده، على اعتبار ان الناس دي هتروح تعيد فهتقفل. ده مكان خاص بالمنظفات، شوفوا ده عصاير، عصاير مختلفة، والواضح انه محل على كبير قوي، شوفوا الدنيا فيه عاملة ازاي، واضح انه عنده عصاير يبيع، صوبيا اهو للراجل، صوبيا وتمر هندي، وهتلاقي عنده كركديه وحاجات، شوفوا الدنيا عاملة ازاي يا جماعة، والازدحام عامل ازاي. ده راجل بتاع خضار، وده معرفش سوبر ماركت باين. خلونا كده نطلع قدام شوية. بتاع الفول على اعتبار زي ما قلت لكم النهارده اخر يوم في السحور، وده الخرشوف كنت باكله زمان عند المدرسة بس ما كنتش بحبه يعني قوي. ده بقى سوق، شوفوا العطارة الجميلة، وشوفوا الطماطم الجميلة الصغيرة ازاي حلوة، شوف بقى الأسواق الجميلة. هنا بقى سوق زي أي سوق تلاقيه في أي محافظة، في أمثاله في القاهرة، في أمثاله في الجيزة، في أمثاله في المنوفية، في الشرقية، في كل حتة هتلاقيه. خلونا كده نقلب الكاميرا، شايفين الملوحة، شايفين السوق عامل ازاي، اللي هو السوق الاعتيادي، السوق اللي بيعكس الحياة الشعبية في مصر. يمكن احنا بنتكلم على آخر، أنا بعتقد على آخر 50 60 70 80 سنة، السوق الشعبي زي ما هو، نفس السوق ونفس الشكل. وشوفوا بقى، شوفوا بقى صباح الورد، شوفوا بقى لحمة الراس والحلويات اللي الناس بتحبها، شوفوا يعني. أنا بلاحظ إن في السوق حاجات اللي هي الحلويات بتاعت اللحمة دي يمكن مش موجودة كتير في مصر، مش عارف ليه، أو يمكن بتيجي مثلا لأن الحاجات دي بتبقى بترتبط بالذبح، ممكن بتكون بتخلص بسرعة، معرفش. بس زي ما قلت لكم ده سوق، سوق أي سوق زي أي سوق اعتيادي موجود في أي حتة. يعني جولة كده بسيطة حبيت أعملها لكم. شوفوا برضو دي مكان حلويات لحمة تاني. كل سنة وأنتم طيبين وشكرا ليكم.